بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار بهديه واقتفى أثره يوم الدين. وبعد، تقريبا الثلث الأول من رمضان. كويس الصوت كده يا جماعة؟ أي الله يكرمك، تمام كده أحسن ولا الاثنين واحد؟ لا، ده يأبى العمل كلية يا شيخ. مش هيثبت ده ولا مش هيثبت؟ يعني ثلث الشهر راح، صح؟ النهارده كام؟ 9 و8. الله المستعان، الله المستعان. لكن هذا من لطف الله بالعباد، تقريبا سنة كونية في رمضان أن يمشي يسيرا على صعوبته. جايبين واحدة أوروبية صيمة صورة تكاد تنهار الساعة 11 الصبح، لسه ما جاء الحر ولا تنهار عصبية شديدة جدا ومصرة على المواصلة. بينما الصائم كما ترون تسهيل الله للعباد، يعني صائم ولو قيل لك أن المواصلة حلال لواصلت برا ويعني قربا لله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله، جعل هذا الشهر يسير كالهوى هكذا، ما تشعر به ولا جوع ولا عطش في شدة الحر. فالحمد لله على النعمة. الحافظ رحمه الله ذكر 3 أحاديث في الحجامة، وهي أول ذكر له في باب المفطرات. وحتى يعني نشرع في هذه الأحاديث 3، لابد من مقدمة في أصول المفطرات. المفطرات كم في الكتاب والسنة؟ أحد يعرف ولا؟ اللي يقول لأكل وشرب وجماعة يسكت أحسن. الكفار يعرفوها. ها، أكل سهل وجماعة. في ثالث، في رابع؟ لو نوع الفطر أفضل. لا لا، خلينا في المفطر. كل ما يدخل يا إخواني، يعني الحيض والنفاس أول ما يأتيك، ما هو صعب يعني. في طيب، وإخراج المني متدفقا بلذة. طيب، ها، والقيء والحجامة. إذن كم تقريبا الآن؟ أكل وشرب وجماع وحيض ونفاس باب واحد، وإخراج المني من جنس الجماع، والقيء والحجامة. هذه الأمور 7 تقريبا أو 6. أما الأكل والشرب فقد قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام والجماع الرافث إلى نسائكم. هذا الجماع: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وأكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة تطلق ويراد بها المني، كما في قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عليه السلام: أيضع أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ هنا شهوته بمعنى المني الذي يخرجه. وأما الحيض والنفاس فهو بإجماع المسلمين أن الحائض لا تصلي إجماعا ولا تصوم إجماعا، وتأسم لو صامت إجماعا، ويلزمها القضاء إجماعا. 3 إجماعات في الحائض، 3 إجماعات عقدت على أن الحائض يجب، لا يجوز لها أن تصوم، وإن صامت أثمت وعليها القضاء بالإجماع. أما ذاك الأحمق الذي خرج ويقول لا دليل على أن الحائض يجب عليها أن تفطر، هذا جاهل. لا يعرف على مر التاريخ من عهد رسول الله إلى هذا، من قبل 2 3 سنين بتوع أخينا ده، أحد قال هذا الكلام وخرق الإجماع وخرج علينا بهذه الخزعبلات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في نقصان عقل المرأة، قال: أليس إذا حاضت ها لم تصلي ولم تصم؟ هذا اعترض عليه أحد؟ هذا متقرر أن الحائض لا صلاة ولا صيام ولا جماع. يسألونك عن المحيط، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط، ولا تطوفوا بالبيت، افعلي ما يفعل حاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فلا صلاة ولا صيام على الحائض إجماعا، فلو فعلت هذا تقربا فهي آثمة، يلزمها التوبة ويلزمها القضاء هذا اليوم، ولو صامته لا قيمة له، لأنه صوم مخالف لمقتضى الشريعة. إذن فقوله عليه السلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا قد تقرير للحكم.
ولذلك سئلت عائشة ما بال الصائم أو الحائض استغفر الله تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا متكرر. واحدة جاءت تقول لها ليه احنا بنقضي الصيام ما بنقضيش الصلاة؟ فقال أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ تقول عائشة. ثم ما أرادت أن تفصل لها الحكم، الأمر ميسور، الصيام يتكرر 7-8 أيام في السنة فقضاؤها سهل، أما أنك تقضي كل شهر 35 صلاة حد أدنى فالأمر فيه مشقة. هذا الجواب عقلي واضح، لكن ماذا صانت عائشة؟ نقلتها إلى الامتثال. كان يصيبنا ذلك معاشر الصحابة، فنؤمر فقط بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذا نؤمر بقضاء الصوم يعني أنها مأمورة أصلا بالفطر، ونؤمر بقضاء الصوم يعني يكتفي بأن هذا أمر الشرع. أما لماذا لا يعنينا، المسلم شأنه الامتثال. تصلي وجوبا ثم تنهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وتصوم وجوبا ثم تنهى عن الصلاة عن الصيام في كذا وكذا يوم العيدين ويوم الجمعة إذا انفرد والسبت على قول، وتقرأ القرآن وهو من أحب الأعمال إلى الله، وتنهى عن ذلك وأنت راكع وأنت ساجد. أنت عبد تمتثل، أنت عبد تمتثل، ما في حاجة اسمها ليه أنا بصلي 4 ركعات في العصر والمغرب 3، هذا كله لا يصل عقلنا مهما بلغ من ذكاء إلى مراد الله جل وعلا في أحكامه سبحانه وتعالى. فالأمور خارج عن العقلية. المهم يا أخوان، الحيض والنفاس بالاتفاق كما سمع. طيب ماذا بعد الحيض والنفاس؟ خلينا في خروج المني متدفقا بلدة، ونقول متدفقا بلدة حتى يكون المني أو الماء الذي أراده الله ليترتب عليه وجوب الغسل ونحو ذلك. فإذا خرج المني متدفقا بلدة وأنت يقظ فإن الصوم يفسد، سواء كان بالتفكير على قول الراجح أو بالرؤية وتكرار النظر أو بالمباشرة والتقبيل. مثلا كرجل قبل امرأته وكان حديث عهد بزواج فلم يتمالك حتى أنزل، قلنا في هذه الحال يلزمه الإمساك وطبعا الغسل عند أداء الصلاة ويلزمه القضاء. ما يقول قال أنا مش متمالك، لا، أنت من أدخلت على نفسك فساد صومك، أنت اللي رحت تقبل. إذا كنت تعرف من نفسك عدم القدرة على التماسك لشباب أو قوة شهوة نحو ذلك ابتعد، والأعظم منه أن يباشر فيجعل يضم امرأته أو يحتضنها أو يلمسها ونحو ذلك دون الفرج. نعم دون الفرج، لكنه ما زال يفعل ذلك حتى أنزل، والنزول في هذه الحالة الإنزال سيكون متدفقا بلدة. فقولنا متدفقا بلدة احترازا مما لو نزل الماء لمرض، لخبطة قوية، أو رجل كان منتصبا وما أنزل فشال شيئا ثقيلا فنزل المني غير متدفق بلدة. فأهل العلم يقولون جمهور على أن هذا لا يحصل به الفطر لفقد شرطه، ولكن الإمام الشافعي والشافعي عموما قالوا بعموم الإخراج، متى خرج المني ولو غير متدفق بلدة حصل الفطر. ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، ولما سئل أتغتسل المرأة إذا هي احتلمت قال نعم إذا رأت الماء، قالوا هذا مطلق في الماء كله، ولكن الجمهور أجابوا قالوا الماء المقصود هو الذي يعرفه الناس في الجماع ونحوه، ما هو بأي ماء يطلع، ولكن الماء الذي يوجب الغسل وهو ماء الجماع. طيب إذن المني لا يكون مفطرا حتى يكون متدفقا بلدة. القيء فيه التفصيل المعروف، من زرعه من استقاء فعليه القضاء، ومن درع القيء فلا قضاء عليه، حديث أبو هريرة ومشهور. فالقيء نوعان، نوع يغلبك ولا يكون هذا إلا عن عدم احتياج البدن إليه، وهذا يعرفه الأطباء، وربما لمرض، لكن على كل حال ما دام القيء غلبك فليس عليك في ذلك فطر. أما إن استقأت أنت طلبت القيء، إما أنك زهقان من الرائحة التي تخرج من فمك ونحو ذلك، أو أنك بتقرف من الجمبري والسمك فزهقت منه فعيته، المهم أنت من تعمدت الإخراج. طيب سألتني امرأة بالأمس مصادفة واحترت حقيقة في من استقاءت لكن لأن ما في بطنها يضرها، هو ما خرج بمفرده، ما زرعها، ما غلبها، ولكن مضطرة تطلعه،
هل هذه نقول فيها إنها من جنس الاختيار وأنت الذي أخرقتيه، أو نقول هذا الاضطرار البدني من جنس غلبة القيء لك؟ هتفهم حاجة ولا إنجليزي؟ ها؟ أحيانا الفكرة في الرأس وتوصيلها صعب، ونضطر نلجأ لهذه الألفاظ التي لا يفهمها كثير من الناس. يعني الآن هي تقول أنا مضطرة للقيء، ما هو بمزاجي استقأت، ولكن خلاص أنا بطني مغص شديد وما عندي حل إلا. هل هذا من جنس أنها غلبها القيء أو أنها استقاءت اختيارا؟ انتبهوا، تأملوا، أنا عندي فيها إشكال من أمس. يعني أنا عندي أنها هذه زرعها القيء لأنها ما أخرجته رضا ولا تشهيا، إنما فقط تقول أنا ما أقدر أتحمله والطعام يضرني والبطن مش عارف يقتل. فهذه عندي والله أعلم أنها إن أخرجته لا بأس عليها، لكني قلت لها واقضي اليوم احتياطا. يعني حقيقة في عندي إشكال حقيقة، هي ملحقة بهذا وملحقة بهذا، فلا إشكال تمي من الصوم، لكن من باب الاحتياط اقضي هذا اليوم. إذن هذا القيء بقي إيش؟ الحجامة. وهذه معترك طويل جدا بين أهل العلم، لأن الأدلة فيها قدر كبير من التعارض. ولذلك ساق الحافظ من فقهه رحمه الله هذه الأدلة التي تحمل أدلة من يقول بأنها مفطرة ومن يقول بأنها غير مفطرة. وهذا شأن الحافظ عموما في هذا الكتاب العظيم، يأتي بالأدلة التي تدعم هذا المذهب مثلا، وبأدلة أخرى تخالف هذا المذهب، وكأنه يقول لك هذه الطبخة أنت تشتغل فيها براحتك. صحيح، مثلا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس فرجه عليه الوضوء، فقال لا إنما هو بضعة منك. ثم ساق بعده حديث لقيط من مس فرجه فليتوضأ. مرة هو لا هو جزء منك، يعني أنت لو مسيت إيديك تتوضأ ينتقد وضوءك، مسيت خدك فهو بضعة منك زي أي جزء في الجسم، كما أنك لا تتوضأ من مس بقية أعضائك فكذلك الذكر. ثم قال حديث لقيط من مس ذكره أو فرجه، أنا نسيت الله هو لفظ الصحيح ذكر، فليتوضأ. طب وبعدين الحافظ ينجيب لك الاثنين وراء بعض، وكأنه يقول لك من قال بأن مس الذكر ناقض الوضوء هذا دليله، ومن قال إنه ليس ناقضا للوضوء فهذا دليله. وإن تقرأ الشروح وتأمل كلام الفقهاء حتى تصل النتيجة. وبكل حال ابن تيمية رحمه الله قال يمكن الجمع بين النصين، لأن النص الأول أشبه بالمعلل، يقول لك يعني إذا كان مسك للذكر من جنس مسك لبقية الأعضاء يعني بلا شهوة فهو لا وضوء منه. فاهمين الكلام؟ ابن تيمية عبقري حقيقة، يقول ما دام قد علل إنما هو بضعة منك، إذن يقول وكأنه يقول إن كنت بتمس إيديك ورجليك وبقية جسمك على وجه الشهوة وده لا يمكن أن يكون فتوضأ، لكن هو يقول إنما هو بضعة منك، يعني اعتبره بضعة منك. هل أنت تشتهي مس يدك؟ لا، فكذا هذا الوضع. وعليه فإن كان مس الذكر للعلاج أو للتبول، التبول خلاص باظ الوضوء، استغفر الله، مثال في غير محل، للعلاج ونحو ذلك أو للهرج أي حق مثل هذه الأمور ليس فيه شهوة، يقول فهذا ليس ناقضا للوضوء. فإن كان الرجل متوضئا وأراد أن يضع كريما أو مرهم ونحو ذلك على العضو الذكري فمسه فلا يتوضأ لعدم الشهوة، وإن كان مسه لشهوة يحمل عليه حديث لقيط فإنه يتوضأ من مس ذكره يعني بقيد الشهوة فليتوضأ. وهذا جمع حسن وجيه، ومن أهل العلم يقول لا نلغي هذا النص الأول ونقول بمطلق المس، أنه ما دمت مسست فعليك لا يسبب فمس. يا شيخ خلص كل الدرس، خلص كل الدرس حتى أضمن بقائك على الأقل ولا تهرب مني. لكن هذا فيه إهمال للنص الآخر، لا إنما هو بضعة منك، يعني حينما تنظر أنت في المسألة وفيها دليلان أو نصان أو أكثر تقوم تهمل ده كلية، هذه جناية على النصوص، هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، موش كلامي وكلامك يحتمل والله فلان قال خلاص بس لا، الاثنين هذا قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام
وهذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما تقول الله أنا سأأخذ بهذا، ولذلك قالوا في النسخ يشترط فيه شرطان هامان، أولهما معرفة التاريخ، وهذا صعب جدا في النصوص. مش عارفش ده قالوا إمتى، ده قالوا إمتى، الجماعة مش عادين صحابة مش عادين يكتبوا ولا يدونوا. الثاني تعذر الجمع، لأن النسخ إهمال لأحد النصين، والجمع إعمال لكل النصين. أيهما أولى، أن تهمل الأحد أو أن تعمل الجميع؟ ولا شك، وهذا الفقه، وهذا ما يسعى عليه الكبار من أهل العلم. تجد ابن عبد البر كثيرا ما يجمع، ابن عبدين مع أنه متأخر عنه في المئة العاشرة تقريبا كثيرا ما يجمع، أو الثاني عشر نسيت، ابن تيمية، ابن القيم كثيرا ما يأتي بنصوص ثم يجعل ينظر بينها نظر الفقيه الحصيف الذي يستطيع أن يجمع بين النصوص ويخرج هذا على وجه وهذا على وجه، كما سمعتم في قضية التبول. طيب السبعة هذه أو الستة المفطرات اشترط أهل العلم لحصول الفطر بها شروطا ثلاثة: أن يكون الشخص ذاكرا فيما يفتقر إلى التذكر يعني، وأن يكون عالما، وأن يكون قاصدا مختارا. وهناك المفطر الذي لا يتوفر في شيء من هذا، وهو المفطر القهري. وهو ما هو المفطر القهري؟ مش باختياري، الحيض. مش ما يقال المرأة اخترت تحيض النهاردة ولا ينزع عليها الدم خلاص. أما البقية تقريبا كلها تلجأ أو تخضع لهذه الشروط الثلاثة. أولا يجب أن تكون ذاكرا، فإن نسيت فلا شيء عليك، والنسيان سبب للعذر أو هو عذر، سواء كان في الفريضة أم كان في النافلة. من الناس أعتقد هذا القول مشتهر جدا في الشام، وأكثر ما يأتينا من أهل الشام، وهذا غريب يعني. الشام زخرت بنخبة فقهاء على مر التاريخ لا يعرف لهم مثيل أبدا. أوان حنابلة عندهم كلهم أصلا، قدامة بن مفلح مش عارف البعلي، كل الأسماء دي في الشام. كبار المحققين كابن تيمية وابن القيم والذهبي وما من الشام، كبار المحدثين كالمزي وغير في الشام. فباء أمرها إلى الله المستعان هذه الأحوال، لا حكومة عدلة، والتصوف انتشر فيها، لكن سنة الله. في وقت من الأوقات كان العلم بغداد، إذا قيل بغداد فالعلم، وفي وقت من أوقات مصر، وفي وقت من أوقات تونس والمغرب، هكذا سبحان الله، سنة الله تجري سبحان الله العظيم. المهم أن هذا السؤال يأتيني كثيرا، يقول اشتهر عندنا أن من كان صائما نفلا فنسي فأكل فسد صوم، صح ولا؟ هذا مشتهر جدا ويوجد من أهل مصر، لكن أكثر ما يأتيني هذا. كان لي صحبة كبيرة جدا في السعودية، معظم شباب هذا السؤال كل سنة يكون. طب والنافلة يا إخوان، افهم هذه القاعدة المهمة: إذا عذرك الله في الفريضة الواجبة فعذره إياك في النافلة من باب أولى، لأنها أخف ولا لا؟ يعني غريب جدا، إذا كان أباح لك أن تصوم النافلة أثناء النهار تنويها، أليس هذا تخفيفا؟ هل هذا يجوز في الفريضة؟ الفريضة أشد. إذا كان جاز لك أن تصلي قاعدا مع القدرة على القيام في النافلة، يعني واحد ذاته مش عايز يقوم وجعل يصلي الراتبة، لا مانع وهو جالس، لكن نصف الأجر، إنما هل تبطل؟ لا. قال أهل العلم إنما يخفف في النوافل دون الفرائض تكسيرا للخير، الأمر مرايع يعني، بس يخفف عليه عشان يكسر. ولذلك كانوا يصلون على الرواحل، يصلون يوترون على الراحلة، يعني يصلوا على راكب الحمار أو الجمل، غير أنهم لا يصلون عليه الفريضة، الفريضة ينزل يقف، يعني الفريضة أشد. فإن جاءك هذا السؤال تستغرب يا أخي، أليس الله يسر لك في النافلة أن تصومها نهارا الساعة 11-12 الظهر؟ هذا تخفيف، فلما يشدد عليك في النسيان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا شأك لأحدكم أو شرب وهو صائم مطلق فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا كان الله عموما، حتى لو ما كنا بهذه الحكم، النص عام يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، بل إن دخلت الفريضة واجب أن تدخل النافلة. فالمهم أن أول هذه الشروط أن تكون ذاكرا، فإن كنت ناسيا فلا بأس عليك. واستثنى بعض الفقهاء الجماع، فإنه إن نسي فجامع بطل صومه،
وهو قول المشهور عند الحنابلة، ولكنه قول ضعيف. أما قضية والله إن هذا انتهاك وفيها ما أدري عندهم تعبيرات أنا يعني لا معنى لها حقيقة، ما علاقة هذا بأن الرجل ناسي؟ والناسي في حكم عدم المكلف، لأنه في حكم فاقد العقل، وفاقد العقل ليس مكلفا، فكذا الناسي إن ارتفع عنه العقل والذاكرة ما هو فاكر. الآن هل يوجد منه تعمد مع النسيان سواء في الأكل أو في الشرب أو في الجماع؟ لا، فالكل سواء. متى فعل العبد محظورا من محظورات الصيام وهو ناسي فلا شيء عليه. طيب، الأمر الثاني أن يكون مختارا، فإن غلبت على الفطر كأن تكون في الطريق والهواء كثيرا جدا والذباب والناموس جاي في وشك، فما كدت تخطو خطوات حتى دخل التراب وربما الذباب وربما الناموس وابتلعته من شدة الهواء، هل هنا اختيار؟ لا اختيار في هذا. أو لا، أو أكرهت على الفطر، يعني جاء حكومة طاغية باغية مسكس أخ ملتزم اشرب منب شاي، قال ما مزاجك وفي رمضان من فطرك غصب عنه يفطره لبكرة لن يتضرر، لأن الإكراه من موانع أو مما يرتفع به الحظر الشرعي. أنا مكره الآن ولا اخترت، فمهما أطعمتني وأكلتني وشربتني، بل ولو قيل لي جامع هذه المرأة بالقوة، ولو حصل انتصاب على الصحيح، إن أهل العلم يقولون إن أكره على الجماع فسد الصوم. لماذا؟ يقولون له لا يمكن أن يحصل الانتصاب والنشاط في الأمر إلا بقدر من الاختيار، قل لابد أن يكون عنده اختيار. وهذا يناقش في الإنسان أحيانا ينتصب دون أدنى رغبة ولا لا، فربما لما جعلت المرأة تحتك به وهو أصلا قوي شهوة انتصب دون أدنى رغبة في الجماع، فالإكراه ما زال قائما وحاصلا، ولا يمكن أن نفسد صومه ما دام الإكراه وعدم الاختيار حاصل. هذا الأظهر والله تعالى أعلم. وإن لم يكن لا، الجماع بالذات لا يمكن، بل بعضهم يقول يوجب عليه الحد، حد الزنا، هذا أبعد النجع وأطال الرجع حقيقة. واحد وجايبين له مسدس وجامع ولا انتخك، وامرأة قد تكون فاتنة وهو غاء من أقوى ما يكون في الشباب، وربما قوي الشهوة جدا لمجرد أن يلمح امرأة ينتصب، وغلب على هذا، كيف نقيم عليه الحد أو كيف نفسد عليه الصم؟ المهم أن يكون قاصدا مختارا. الثالثة أن يكون عالما، عالما بالتحريم وليس عالما بما يترتب على المحظور. عالم بالتحريم يعني يعرف أن الصوم لا يجوز فيه الأكل والشرب ثم جعل يأكل ويشرب، فهذا صوم فاسد، لأنه تعمد الأكل والشرب مع علمه بالتحريم، أو جامع امرأته وهو يعلم هذا. لأن بعض الشباب الآن يتزوج في رمضان ولا يعرف أن الصيام إلا أكل وشرب، هو ما عمره شاف جماع من قبل، فالخاطرة لم ترد على قلبه أصلا، ولا حضر مجالس علم ولا تفقه في دين الله، ثم لما رأى امرأته إلا نعرف أننا هذا سؤال. ولا تستغرب، والله يأتيني رجل يسألني هكذا، يقول يوميا أجامع في نهار رمضان وفوجئت أنه حرام، والله صحيح، جهل 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 عظيم، وهو ناتج مع احترامي للجميع من امتلاء مساجد المسلمين بالمواعظ. مش دي مصيبة لا يقوم، والله مصيبة كبيرة تمارس في حق المجتمعات الإسلامية، حتى صارت الشعوب بدون حصانات عقلية، يقول له قل أهم ساقك حلع يص، حروف نورانية يقولها 1111 مرة يحصل لك ويحصل، والمسكين قاعد يقول مدد يا مولانا، جاهل عقل بلا حصانة بلا فهم، لو تربى على العلم لضربه بالنعال. أهم سقق إيه وعدت فاضي إيه؟ أصلاح حروف نورانية يعني منين؟ حروف من القرآن، ما كفر حروف من القرآن، أما أقول فلان كافر الكاف والألف والفاء والراء حروف من القرآن، هل هذه حروف نورانية؟ هذا أحمق، ما كل الحروف العربية هي حروف القرآن، هل كانت نورانية لما كان الكفار ينطقون بها وحتى بعد ما أنزل القرآن صارت نورانية؟ ينطق بها الباطل، ينطق بها الفسوق والعصيان، لكن أحمق ويخاطب أناسا مخدوعين، خاطب الناس بعد أن خدعوا. هذه المصائب والله سببها العظيم إغراق الدعاء في مصر وفي غير مصر في المواعظ وفي القصص وفي الحكايات وفي الرغائب، إيه؟
نعم والله مسكين، هو مسكين ربما ما عنده علم، لكن تعلم يا أخي، لأنك أيضا تزيف العلم على الناس. شباب الصغير يشوف ده هذا العلم، ما نعرفش العلم غير هذه الصورة، قصص وحكايات من يوم ما نشأنا من عمر أظفارنا ما سمعناش درس واحد في علم إلا في النادر. يزيف العلم ويغلق الطريق على أهل العلم، لأنك تيجي تتكلم بعلم إيه الكلام، واحد جاي يقول يا أخي والحاجة حلوة يا أخي، كلام المعقد بتاع ده لا إله إلا الله، يعني حتى مش سايبك تاخد نفسك تعلم. فلما يأتيك شاب أول مرة يسمع أن الجماع مفسد للصيام مصيبة، يقول والله من أول رمضان بجامع، أنا لسه ماليش أسبوعين متجوز، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذا فقد شرط العلم فهو لا يعلم، وبالتالي فصومه صحيح ولو جامع 10 مرات في اليوم. وليست هذه بشارة، لكن أنا أدعوه ابتداء لطلب العلم لمزاحمة العلماء ورقب العلماء، الله المستعان. والله أنا أتأدى من هذا الموضوع جدا في بلادنا، يعني أبسط مسائل العلم وأدنى مسائل العلم لا يكاد يعرفها خريج جامعات، ولا أقول جامعات بسيطة بل جامعات محترمة، كلية طب وهندسة، يقعد يسألك في قضايا أنا أتعجب يا أخي، ولا مرة عليك معلومة بسيطة في دي، هذه بديهيات علم، يعني ما بقولكش أنا كلمني في علة تحريم الربا، والله دي مسألة معقدة زي الحجامة ما تأتينا كلها عقد حقيقي، إنما جماعة ما تعرفش إنه مفطر، الله المستعان. على كل حال إذن العلم بالحكم شرط في، طب لو كان يعلم الحكم ويجهل ما يترتب على الحكم، يعني رجل يعلم أن الجماع، لا يعلم أن الجماع حرام، ما يعرفش يعني. فاهم أن الجماع حلال، استغفر الله، هو فاهم أن الجماع نعم حلال، ولا لا لا يعرف أنه حرام، ولكن يجهل ما يترتب عليه، يعني عارف أن الجماع ده حرام، ولكن يقول أنا ما أعرفش أن يترتب عليه كفارة صوم شهرين متتابعين، فما حكم صومه؟ واحد عارف في جزء وجاهل في جزء، عالم بالتحريم جاهل بأثر التحريم، واضح يا شيخ وليد معنا؟ طيب ما يعزم الجاهل بهذا، هذه قضية كبيرة يا شيخ محمد، العذر بالجهل رسالة دكتوراه، فما تخلصهاش في كلمتين صحيح. طيب الآن هو يعلم أن الجماع في نهار رمضان حرام، وجاء إلى رسول الله قال هلكت، قال وما أهلكك؟ قال جامعت زوجي زوجتي وأنا صائم، هل هذا يعلم التحريم أو لا؟ تأمل، عالم بدليل قوله هلكت، قرين على العلم بالتحريم، قال هل تجد عتق رقبة؟ قال والذي بعث الحق لا أملك إلا هذه، ما عندي غير رقبتي بس، قال هل يمكنك أن تطعم 60 مسكينا أبعد؟ هل تقوى على صيام 2 شهرين متتابعين؟ قالوا هل وقعت فيما وقعت فيه إلا من الصوم أو صمتها يا جماعة؟ لأن كده كده مبتلى. فقال المسلم ما وجد فيه حيلة، قال اجلس حتى أتى رجل بعذق فيه تمر، صاحبنا طماع رضي الله عنه وأرضاه آمين، فقال خذ هذا وأطعمه الفقراء، قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، لابتي إيش؟ المدينة، تعرف اللابتان أو لا؟ أو اللابتين أو ما هما اللابتان؟ لبة شرقية وغربية، لا اللبة دي أظنها يعني منطقة فيها احتراق، الحجر أسود فيها مش كده؟ جبلان أسودان، قال والذي بعث ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فأطعمه أهلك. هذا الحديث لو جلسنا نتكلم في فوائده لا ينتهي، لكن الشاهد منه أنه لما كان يجهل الأصل الكفارة مع علمه بالتحريم ما عذره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن خلاص ما دمت كنت جاهل، لا، الجهل بالحكم هو الذي تعذر فيه، أما الجهل بما يترتب على التحريم هذا لا تعذر فيه، فهمنا يا أخوان؟ وأيضا استفاد منها العلم أن الكفارة تسقط عند العجز منها في وقت الفعل المحظور. لماذا هذا؟ هذا من أزكى ما استخرجه الحافظ رحمه الله
في هذا الحديث؟ قال لأن النبي عليه السلام قال خذ هذا فأطعمه أهلك، ومعلوم أن أهل الرجل مهما كان مش 60 واحد، والواجب إطعام. ولا سأله الرسول عليه الصلاة والسلام أنت بيتك كم واحد، والغالب هي 7، 8، 10، 12، 20، مش 60. قالوا هذا ولم يشترط الرسول أطعم 60، قالوا فهذا فيه دلالة على أن الكفارة الأصلية سقطت وبقي هذا التصدق لا أكثر. ولذلك من عجز عن الكفارة رقبة أو إطعام 60 مسكين أو 7 متابعين سقطت عنه في الحد، ولا يقال تبقى في ذمتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الولعين سيد المتقين، لم يلزم هذا الرجل بالكفارة إن قدر عليها، بل قال خذ هذا فما لك، ولم يلزمه بشيء. الوقت راح، ولا عادي مقدمة الآن بين مفطرات، لأن اللي جاي كله كلام في المفطرات، فنقبل غدا بإذن الله تعالى. نعتذر عن أمس واعذروني في الأيام المقبلة بيكون في سفر، إنما إن شاء الله نكمل بكرة الحجامة وبعد ما يتعلق بالمفطرات كان باقي معنا، لكن الوقت والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا جميعا على حسن الإنصات، ونسأل الله يسيبنا وإياكم مجالس العلم.